شو اريد اساوي؟ شو اقدر اساوي؟ يفرجها الله وصارين على كسرة الوادي. عشرات الخيام غرقت وجرفتها السيول بفعل الأمطار الغزيرة التي تساقطت على محافظة إدلب. ليلة قاسية عاشها سكان الخيام. فرق الدفاع المدني أسرعت بالتوجه للخيام والمخيمات التي تعرضت للغرق وعملت على مساعدة الأهالي الذين بات قسم كبير منهم في العراء هذه الليلة. يعني إحنا نوجه نداء لمن يهمه الأمر، اللي من الله من الله، بس اللي تحسن علينا تساعدني فيه المنظمات أرجو أنهم ينظروا بحال العالم وشوفوا شلون وضعنا. مثل ما قال يعني خيام مي واقية من الشتاء، والله مي واقية، عم تنزل المطر من السماء يظل بوجهه على الأرض. يعني أقل شيء يساعدونه بعوازل من مادة التدفئة، يعني مثل بيرين وما شابه ذلك، يعني يطلعون مثل أطفال هاي بهالبرد، يعني سليماني حقيقة. يعني شوفت عينك أكثر من هيك حالة، روح شوف قلب البيئة الخيام، المي جاري للركبة، وغدينا مي، شلنا القش من جوانا مي، شزتينا جوا فوق الستير على هالمية، يعني هدومنا مي وغدينا مي والبيوت مي، وأكثر شيء من هيك حالة ما فيه. روح اتفرج، ما حدنا مواجفين، وهالمطر وهالصب يصب علينا لما حالتنا دحد شنونة. استنفر قطاع معرة النعمان والمراكز الموجودة فيه نتيجة العاصفة المطرية التي ضربت البلاد منذ مبارحة، وهناك نداءات من المخيمات الموجودة بين الدان وبابيلة، تمت الاستجابة وتوجيه الآليات من أجل فتح الطرقات للمياه. وها هو المنظر وراءك، بعض البيوت عائمة بالمياه، ونحن كفرق دفاع مدني جاهزين للعمل ليلا نهارا على مدار 24 ساعة. ها هم فرق الدفاع المدني متواجد في كل المخيمات، في الشمال، في الجنوب، في كل مكان، وسوف نبقى معهم حتى آخر لحظة. لا تزال الأمطار تتساقط بغزارة على محافظة إدلب، على المخيمات المتواجدة في المحافظة لا تزال السيول تجرف الخيام مع سكانها، تجرف أمتعتهم، تجرف خيامهم، لا تزال المعاناة مستمرة، ليالي وساعات قاسية جدا يعانيها سكان الخيام. وجه سكان الخيام ووجه نشطاء محافظة إدلب نداءات عاجلة للجمعيات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتوجه فورا إلى مناطق المخيمات أو المناطق التي تتواجد فيها مخيمات النازحين وتقديم المساعدة العاجلة والفورية لهؤلاء الأهالي والأطفال على الفور وتأمين احتياجاتهم في هذه الساعات الصعبة. محمد فيصل، أورينت نيوز، مخيمات جنوب إدلب.